والأعمال الإنسانية بالمركز الوطني لأمراض القلب نواكشوط شرع في إجراء عمليات جراحة وكسر للقلب بشكل مجاني. يستفيد من هذه العمليات المرضى المحتاجون الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المادية المطلوبة لإجراء هذا النوع من العمليات المكلفة. تعد قسطرة القلب من بين الجراحات الطبية المعقدة والمكلفة ماليا في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للمواطنين الأقل دخلا. وفي هذا الإطار يأتي برنامج جراحة وقسطرة القلب للبالغين بالتعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورابطة العالم الإسلامي، ممثلة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية والمركز الوطني لأمراض القلب، الذي يحتضن جولة جديدة من عمليات القسطرة باشرتها البعثة السعودية لفائدة المواطنين الموريتانيين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا الجهد الكبير واللفتة الكريمة. عدلتنا عملية جزاها الله خير، والحمد لله نتيجة ناجحة ما شاء الله. لا يعطينا ويعطيهم الابتهال للسعوديين، للهيئة اللي كانت عدلها شاكرينه وايدينه جزاه الله خير. أجانا جزاهم الله خير. شاكر الأطباء السعوديين، وشاكر أولاد موريتان كاملين أطبائهم. عدوا لي أولا قصارة، وعدوا لي أمي البارح رواية ثانية أخبروا ما في، أنا ما نعرف شنو، ما زقلتها خمس وبيات. أهداف هذا العمل الخيري وطبيعته يوضحها القائمون عليه. كان لنا الشرف بالقدوم للجمهورية الموريتانية و خدمة مرضى القلب في المركز الوطني للقلب. الهدف من الحملة هذه كان إجراء ما يقارب 70 عملية قسطرة، وتقريبا ما بين 15 إلى 20 عملية جراحة قلب مفتوح للكبار، من ضمنها إجراء عملية توصيل للشرايين القلبية وتغيير صمامات لمرضى القلب. الفريق الطبي والذي يشمل عديد الأطباء الموريتانيين في المركز الوطني لأمراض القلب يحرص على استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذا البرنامج. عندنا البعثة اللي جاية برنامج قسطرة وجراحة القلب بموريتانيا، هذه البعثة تستهدف 70 حالة مستعصية من حالات الشرايين وعلاجية، والعمل الحمد لله جاري كما ينبغي، نتائج طيبة، ومن المتوقع إن شاء الله في نهاية البعثة أن يفوق عدد المستفيدين العدد المتوقع. اليوم الأول تم إجراء 21 حالة، منهم 10 كانت حالات صعبة وأغلبيتهم كانوا من الناس المعدمين. ويتواصل هذا البرنامج إلى غاية 28 من الشهر الجاري، حيث سيشمل عديد العمليات الجراحية المعقدة. في المجال الصحي دائما احتضن المركز الصحي بمقاطعة تيارت أياما صحية تنظمها البلدية بالتعاون مع الجمعية الموريتانية التركية للتعليم والتنمية، وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء عمليات ختان بالليزر لنحو 2000 طفل من أبناء الأسر المحتاجة في هذه المقاطعة. أمهات وآباء من مختلف أنحاء مقاطعة تيارت قصدوا بأطفالهم المركز الصحي بالمقاطعة، حيث تنظم هذه الأيام الصحية من طرف بلدية تيارت بالتعاون مع الجمعية الموريتانية التركية للتعليم والتنمية، وتستهدف إجراء عمليات ختان بالليزر لصالح 1500 طفل من أطفال المقاطعة. هذه المبادرة طيبة اللي هي ختان الأطفال، استفاد منها كثير من الأسر اللي ما كان عنده الوسائل اللي قد يقيس بها المستشفيات الخصوصية وغير ذلك. ثم فم الأسر اللي شفناهم الضعاف اللي عندها 5 شاشر و6 و7 استفادت من هذه المبادرة طيبة اللي طبعا مجانية. خارجين أسر ضعاف لا ما يقدروا يقوموا به ولا عندهم إمكانيات، خارجين أسر عندهم قاعفة تبارك الله 7 تركة و8 وضعاف هم بكل معنى الكلمة، هذه قضية إنسانية. البعثة اللي جات مشكورة التنسيق مع بلدية تيارت، ونعتبر هذا العمل جبار. من ثم هاي العملية اليوم القلبي قام بها عمدة تيارت، هي ختان الذكور اللي وفر للطبقة الهشة من المجتمع اللي ما عندها من الدخل ولا من المادة اللي تعدل بها نوع من العمليات اللي واعر في العيادات، وعملية زينة بها اللي تعود ما عندها مضاعفات. ويدخل هذا النشاط ضمن أنشطة البلدية
الهادفة لتقديم بعض الخدمات للسكان خصوصا في مجالات الصحة المختلفة. شكرا للموريتانية. احنا اليوم في المركز الصحي لتيارت في اطار ايام صحية من انظمة بلدية تيارت بالتعاون مع الجمعية الموريتانية التركية للتعليم والتنمية، تبدأ اليوم يوم الأحد لغاية يوم الجمعة إن شاء الله. هاي الأيام أساسا ترتكز على أن هون أطباء متخصصين خاصة في المسالك البولية والأمراض الباطنية، ويعدلوا الختان بالليزر عبر أحدث طريقة وأسهلها، ولذلك الحمد لله شفتوا إقبال المواطنين. متوقع على أن يتم ختان ما يقارب 2000 طفل. وتجرى هذه العمليات في ظروف مضبوطة حرصا على صحة الأطفال المستهدفين. بدأت العملية اليوم بانسيابية بكثرة ما شاء الله، توافد المواطنين بكثرة في اليوم الأول، قريب من 100 طفل فاتوا وعدوا عملية الختان. وستتواصل هذه الأيام الصحية حتى 28 من سبتمبر الجاري في المركز الصحي بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية.